تتعلق بالمجموعة القصصية هناك مداخل متعددة للقراءة، وهذه المداخل لا يمكن أن نحسم فيها في لقاء احتفائي بأريزيماس محمد اليشير. وبالتالي كنت بإمكاني أن أتحدث مثلا عن رمزية الطيور في المجموعة القصصية صاحبة المدينة. وعندما أتكلم عن رمزية الطيور يجب هنا أن نستحضر الكتاب الإنساني الفارق والمؤثر في المشترك الإنساني والثقافة الرمزي، وهو منطق طير فريد الدين عطار، الذي هو في أصله عبارة عن منظومة من 1500 بيت تتحدث عن الطيور وتتحدث أيضا عن ما يسمى بالطائر الخرافي السيمورك. والطيور الرمزية، طيور عند فريد الدين العطار، هي في العمق لأهل السالكين من أهل التصوف. هذا كلام آخر لأن المقال لا يسمح بذلك. أتحدث أيضا عن المرجعية الدينية أو نص القرآن الغائب الموجود في المجموعة القصصية، ولكن سأكون خفيفة أقدر وسأتحدث فقط عن أعطاب المجتمع وجمالية المكان في المجموعة القصصية صاحبة المدينة محمد اليشير. جمالية المكان في المجموعة القصصية صاحبة المدينة للكاتب محمد اليشير. العتبات النصية من شهوة القراءة لفتنة الدلالة. ركزت الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة على أهمية العتبات في فهم العمل الإبداعي والكشف عن أسراره. عتبة العنوان. صاحبة المدينة عنوان مفكر فيه السلف وبقصدية، لأن عنوان عمل إبداعي يقلق صاحبه في التسمية. هل له جانبية خاصة؟ أولا، المدينة بلا صاحب خلاء وقفر وصحراء وأرض يباب أو خراب، على حد تعبير الشاعر اليوث من خلال قصيدته الشهيرة التي أثرت في شعراء الحداثة وبصمت مزاجهم للمغايرة والاختلاف، من خلال التعرف على ترجمة آخر أوروبي والأمريكي. وكان بالإمكان للكاتب أن يعطي عنوانا آخر، صديقة المدينة، لأن الذي يحب بصدق يصاحب بصفاء في الحل والترحال، ولن يتخلى عنك. المصاحبة صحة اكتشاف الآخر على حقيقته دون الحاجة لمرآة، لأن شظايا هذه الأخيرة لن تمنح وجها مألوفا ومعتادا بقدر ما تمنح أقنعة سرعان ما تزول. عتبة اللوحة التشكيلية. اللوحة الفنية كنص موازي حسب جيرار جونيت للفنان التشكيلي العمراني قريش، توسطت غلاف المجموعة وكانت مناسبة للمضامين النص المحكي، وكأن لون الحمامة البيضاء التي تطلق أجنحتها في الهواء بحرية متناهية تحيل على طهرانية واضحة، خصوصا وأنها تحلق فوق ضريح اللبنان المصباحية الولي الصالح. إنه بعد رمزي روحاني ونوراني مثل مقامات المتصوفة تماما في حضرة التناسخ
والعيون والتقمص والذوبان في الآخر، حيث يصبح الفصل ما بين الذاتين أمرا مستحيلا ومستعصيا. الحمامة في لوحة الغلاف ابتعدت عن ما هو أرضي تحتي إلى ما هو سمائي علوي، وكأن الأرض نفاق وكبرياء وزوال، والسماء صدق وتواضع وبقاء. معالجة أعقاب المجتمع بالسرد القصصي. السرد القصصي ليس متعة ودهشة، أو بعبارة لامبارت لذة النص التي يجدها المتلقي في عمل إبداعي ما، بل هو أحيانا بالضرورة يقتضي أن يكون رسالة واضحة تضع اليد على الجرح في معالجة بعض الظواهر التي تفتك بجسد المجتمع مثل التسول مثلا. ممن يحملن مواليد حديثنا بين أيديهن بمجمل الصدقات، تعاطف الزوار مع مآسيهن الموجعة باعتبارهن عابرات سبيل هاربات من جحيم الحروب والأوبئة، وتوجهوا إلى إكرامهن والعطف على صبيانهن، وهو ما أثار غضب بعض محترف التسول ممن خسروا حصادهم من الصدقات وعزموا على الاعتداء عليهن وطردهن من المقبرة. صفحة 20 من المجموعة. فالكاتب السارد ينزع عباءة القص ليتقمص دور السوسيولوجي في مقاربة الظاهرة بلغة قصصية تصل بسرعة لحظة التداول القرائي للنص دون تكلف أو تصنع. إن الإدمان على احتراف التسول أصبح مهنة تدر دخلا محترما يجعل التعاطي معها من الصعب الاستغناء عنها، في حين أن هناك من يستحقها ولا يجهر بذلك. جمالية المكان في المجموعة القصصية صاحبة المدينة السيرة والذاكرة. الكتابة في بعض منها استحضار لسيرة أو تجربة حياة عبر الذاكرة الاسترجاعية التي تخزن تفاصيل سيرة الأمكنة أو تعجل باستيقاظ الذكرى من الذاكرة. والمكان مكون أساسي في بناء معمار النص القصصي، وكان ذلك عند منتصف الطريق بين الباب الرئيس للمقبرة ومبنى الضريح. صفحة 11 من المجموعة. جاء بعد صلاته الصبح وتلاوته الحزب اليومي مع الجماعة في مسجد الأنوار الذي يشتغل قيما عليه ومحافظا فيه. صفحة 10. إنه نداء سلطة متخيل المكان على ذاكرة القاص حين يسعى لأنسنته وجعله أليفا، وكأنه يعيد التوازن بين الهناك والهنا، بين الطفل الذي كانه وبين القاص الآن الذي قد يستحضر الطفولة عبر فعل اللغة السردية التي تسعفه في تحصيل ذاكرة لسيرة أمكنة تركت معالمها في الروح والوجدان معا. المجموعة القصصية صاحبة المدينة للكاتب محمد اليشيري جديرة بالقراءة، وتحتاج لمداخل قرائية أخرى متنوعة تكشف عالمها السردي. صبر في الإبداع صديقي.